قاعدين نتكلموا على قضية السفاح أو الجنرال خالد نزار. خالد نزار الكثير من الناس خاصة إخواننا الشباب اللي مولودين بعد 99 2000 ما يعرفوش عليه الكثير، وكاين تعريفات كثيرة عليه في مواقع التواصل الاجتماعي وفي اليوتيوب، ويتفق جميع الناس على أنه إنسان مجرم ارتكب جرائم في حق الشعب الجزائري خاصة في سنوات التسعينات، وهو من الضالعين ومن الأشخاص الذين ما زالوا أحياء وقد أوصلوا البلاد للحالة اللي رانا فيها، رفقة الكثير من الأشخاص مثل رضا مالك، مثل العماري، مثل علي هارون، مثل الكثير من الأشخاص. هذا خالد نزار لن أعرفه ولن ما غاديش نتكلم عليه إطلاقا، لكن غادي نتكلم لكم على أشياء ارتكبها أفظع من الموت. كاين واحد الأشياء ارتكبوها هؤلاء الأشخاص أفظع من الموت، غادي كل الناس تتساءل ما هي الحاجة اللي غادي يديرها اللي هي أكثر من الموت. كاين أشياء أنت تستطيع أنك تديرها وهي أفظع من الموت. غادي نتكلموا على قرفوف الحبيب. من هو قرفوف الحبيب؟ هذا قرفوف الحبيب سوف أتخذه رمزا أو ستان سامبول، شخص غادي نذكره وفقط، منه العشرات، منه العشرات. قرفوف الحبيب هو نابغة في الرياضيات، أستاذ ثانوي في الرياضيات، كان يدرس في الجزائر وكان يدرس في تونس، كان عنصر أو عضو من أعضاء الفيس. اللي ما يعرفش الفيس هو الجبهة الإسلامية للإنقاذ اللي أعطتها الدولة أو العصابة آنذاك، أعطاهم أوراق الاعتماد وقالوا لهم ترشحوا رفقة الأفلان ورفقة العديد من الأحزاب باش يدخلوا إلى غمار السياسة ويديروا المعارضة كما كانوا يروجون له أفراد العصابة. المهم هذا قرفوف الحبيب أستاذ في الرياضيات من ولاية سعيد. لما بدأت مجريات الأحداث تتخذ منعرش خطير قاموا رفدوهم واعتقلوهم، وفي ظرف 24 ساعة حاكموهم، حتى أنهم حاكموهم بالويكند واعطاوهم أو حكموا عليهم محاكمة خاصة، أعطاوهم هما خمسة أشخاص، أعطاوهم 20 سنة. بعد المحكمة 48 ساعة أعطاوهم المؤبد. هذا قرفوف الحبيب أعطاوهم الإعدام وبعد أعطاوهم المؤبد، ما خدش ما مشي ينفذوا حكم الإعدام. اتهموهم بجرائم اللي راكم تعرفوهم، الجرائم الفضفاضة اللي لبسوهم لأي واحد، التحريض، إضعاف المعنويات، تآمر على الأمة، الخيانة، هاد الصوالح ينجم يلبسهم لك أي واحد ويقول لك عليهم. صح، سيد الآن أراه في أزيد من 28 سنة في السجن، أزيد من 28 سنة في السجن، أنه دخل في بداية التسعينات في سنوات الأولى من التسعينات، والآن أراه راح في 28 سنة في السجن. خاوتي لما نتكلموا على 28 سنة في السجن معناتها أنه فات على السجون التالية: سعيدة، وهرم، بلعباس، شلف ثلاث مرات، البرواقية زوج مرات، بلعباس زوج مرات، سجن الجديد لعين عين وسارة، وسارة يخرج للأهل نتاعو ليومنا هذا، يخرجوه بليمينوت مربوط من يديه. لما نتكلموا على هذا قرفوف الحبيب اللي ما يعرفوا حتى واحد، ومنهم العشرات اللي راهم في السجون، انك تدفن واحد وهو حي، تدفن واحد وهو حي. غادي نعطيكم واحد القصة صارت معايا. تلاقيت مرة مع واحد خرج جديد من السجن، معناتها لما خرج مباشرة من السجن الأمسية كنت أنا وياه، كنت أنا وياه وجبت هاتف نقال، هاتف نقال عادي، هاتف نقال حقير لأي واحد قادر يكسبه، والآن حتى شيوخ راهم يتعاملوا بالهواتف النقالة المتطورة هادو الديجيتال. وبديت نتكلم، سقساني على واحد الشخص قال لي فلان وراه، جبت له الهاتف النقال وبغيت نجبد له الصورة نتاعو. لما عطيته الهاتف و
ونسيت طبعي نسيت أنه هذا الشخص راه خارج من السجن وقضى مدة طويلة في السجن ما يعرفش ما معنى تليفون ديجيتال، ما يعرفش زجاجة اللمس. وبديت نوري له في الصور ونقلب فيهم بصبعي، بوهت، قاعد مخلوع السيد، ما أمنش أنه صور نتاع ناس تنجم تقلبها بصبعك في الهاتف النقال وتوري له أشياء بسهولة، أو أنك تلتقط له صورة وتوريها له في هاتف نقال، أو أنك تعيط الواحد ويشوفك وتشوفه في هاتف نقال. كل هذا الشيء عايش قرفوف وعايشين العشرات من الجزائريين وهم إطارات في الدولة. أستاذ الرياضيات قال لك تأمر أنه باش يقتل أو أنه باش يدير انقلاب أو أنه، وهو سلاحه الوحيد الوعي، طبشور وصبورة. الآن ردموهم لمدة سنوات طويلة، والوالدين نتاعهم يعانوا الأمرين، والوالدين نتاعهم يحسوا بذنب ما اقترفوش كلهم بسبب واحد كيما نزار. بعض الأحيان زملائي وإخواني اللي راهم في الجيش الوطني الشعبي المتقاعدين، لما نشوفهم بعض الأحيان وربي يغفر لنا، ما نتعاطفش معاهم، نهضر على شخصي. علاش ما نتعاطفش معاهم؟ لأنه في وسطهم كاينين وحدين دمويين، وكاينين وحدين كانوا يناصروا هذه العصابة هذه نتاع خالد نزار وجماعته بطريقة أو بأخرى. حتى كاين بعض الأحيان يحنوا ناس، تحن لسنوات الدم من بين هذا المتقاعدين. أضف إلى ذلك النقطة الثانية اللي ما نتعاطفش معاهم فيها، ما نحبش نتعاطف مع إخواني المتقاعدين تاع الجيش، حتى وأني كنت الكثير منهم نعرفهم وهم زملائي، أنهم لما ناض الحراك رفضوا أنهم ينضموا. ما نغنيش نتكلم عليهم، كاين كثير من الناس شاركت في الحراك من المتقاعدين تاع الجيش وراحوا وساهموا ووقفوا، لكن لو كان هذا المتقاعد ولا هذا التنسيقيات يريحوا مع رصانهم برك، يريح مع راسه. بعد المصالحة سنة 2000، مصالحة وهدأت الأمور، شكون الوحيد اللي قعد رابح في القضية؟ الشعب يعاني اللي كان يدبح، وعناصر الفيس الرئيسية كبار أغلبهم كانوا في السجون إبان سنوات الدم، الناس اللي كانت على رأس الأحزاب اللي كانت طالب التغيير وكانت تحاول أنها تدخل في المجال السياسي كلها كانت في السجن، وهما كانوا في الجبال الهادو المتقاعدين تاع الجيش. كاين منهم اللي مات، كاين اللي معطوب، كاين اللي خلى أرامل، كاين اللي خلى يتامى. شكون الوحيد اللي قاعد مستنفع؟ العماري دا مبالغ ضخمة مقابل تقاعده، العربي بالخير كملها قنصل أو سفير في المغرب، وبقية الجنرالات قاعدوا في الجيش، من بينهم علي بن علي، من بينهم شنقريحة، من بينهم القايد صالح، من بينهم الكثير قاعدوا في الجيش، هم والواجهة المدنية مثل ويحيى مثل العديد منهم قاعدوا في الواجهة السياسية، وأبنائهم يخرجوا في الخارج وعندهم شركات وعندهم أموال وعندهم قصور وعندهم امتيازات وعندهم الكثير من الأشياء. الوحيد اللي قاعد يسوفري هو الشعب، وهما اللي رماهم رمية بين قوسين تاع كلاب، والوجوه السياسية اللي عارضت النظام بقناعة وبحقيقة وما تلونتش. أما الآن هادو خاوتنا نتاع الجيش ما بغاش حتى واحد يتعاطف معاهم، ما كان حتى واحد يتعاطف معاهم من الشعب، لأنه كاين الذكاء والذاكرة الجماعية للناس، ويعرفوا شكون اللي غلط وشكون اللي قال الصح وشكون اللي وقف وقفة مشرفة مع الوطن ومع الشعب.